يلا بس نسوي لها مراجعه سريعه كل مجموعه تراجع شغل المجموعه الثانيه لو سمحتوا. لا بس لازم تكون معنا. يلا انا معاكم بسم الله. اي عشان مش شوي. يلا بسم الله. خلي احد من الشباب يصور. يلا بس التصوير يا فهد. احد من الشباب يزن التصوير. تعرف فهد. هذا ما نعرفه. امسك ذي صور ابغى اساعدك. خطط يجب تنفيذها لإدارة الحشد، يعني لازم نسوي احنا خطط عمليات وخطط عمليات وخطط قبل ما نجي لازم نسوي خطة ونسوي اقتراضية. قال لك عمليات التخطيط لإدارة الحشد هي عمليات مستمرة للتعامل مع الحشد قبل وأثناء وبعد انتهاء الحشد، يعني المفروض إن احنا من قبل الحشد جالسين نسوي عملية اقتراضية. أيضا على التخطيط الجيد ومراقبة التطورات المركز عليه التنبؤ بالأحداث التي يمكن قبل حصولها. أيضا عندنا شيء مهم جدا متطلبات تنفيذ العملية أخذ خرائط ودراسات للموقع ووجود خطط قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع الحشود. هذا كلام جدا جميل. أيضا ما يجب الحذر منه عدم تنفيذ الخطة التي تردد في التنفيذ، هذا أن تكون الخطة غير شاملة أو أيضا لا يكون هناك خطط بديلة. برضه في شيء مهم جدا يا جماعة، أحيانا نطبق خطة الحج في مترو الرياض. فالمفروض لا، انه كل مكان له خطته بن خاصة، وكل موقع مفروض ارفع احداثياته واتاكد ان احداثياته مناسبة له ولا اسوي له مسح خاص به. ايضا عمليات اتخاذ القرار لادارة الحشود، قال لك مجموعة من الاوامر والتعليمات التي تنص عليها عملية التخطيط، اذا لابد تكون عندنا في خطة وافرة، تنفيذ القرار بعد دراسة الخطة، تقييم الموقع بشكل صحيح، الاعتماد على خطة هذا القرار. المفروض ان عندي هنا انا شيء اسمه التعميد، ان انا الخطة اللي سويناها المفروض تكون معتمدة عشان ماذا افعل الان؟ انفذها. ايضا في عندي شيء مهم جدا من الخطه مناسبه لاداره الحشد، دراسه الخطط بشكل دقيق، كذلك عندي الازدواجيه والتفرد في الراي عشوائيه، عندي عدم التراجع عن اتخاذ القرار والدراسه وتاكيده، هذه امور جدا مهمه. في عمليه التفاعل مع الحشود قال لك حلقه الوصل بين الاداره والحشد، هذا شيء مهم. الاحتواء لازم يكون عندي قدره على الاحتواء، اختيار الشخص المناسب للتفاوض، عدم الثقه في حلقه الوصل، عندي ايضا التفاوض مع الحشود، السيطره على الموضوع وتهدئته، متحدث لازم يكون عندي واحد حكيم، ايضا عندي استعراض القوه الامنيه والدعم اللوجستي، عدم التعاون، عدم التصرف في القرار. طبعا عمليات التعلم والتغذيه راجع خلاص خلصنا، انتهت المناسبه، انتهت الفعاليه، المفروض اجلس انا وجماعتي، الاستفاده من الخبرات السابقه، استخدام الجهود في الاحداث السابقه وكيفيه استثمارها، تطوير ايجابيات ومعالجه السلبيات، سرعه معالجه الاحداث والمؤثرات، عندك اخذ الدراسات السابقه ومعلومات واضحه، رصد جميع الاحداث والمؤثرات وطرق عملها، عندك عدم معالجه الاخطاء السابقه وتكرارها، انك تحضر انك انت ما عالجتها وبالتالي تحصل لها تتكرر، عندك عدم اتخاذ الاجراء المناسب في وقته. تذكروا الشيء الثاني، بعد كل حشد، بعد كل مظاهرة، رجال الأمن راح يروحون يعدون صفوفهم ويتدربون ويتعلمون، أيضا الجماعة الثانية ما لهم الآخرين، برضو راح يجتمعون ويستفيدون من خبراتهم والدروس استفادوها، كيف خططون له؟ بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا يوم جديد، بكرة إيش بيكون عندنا؟ بكرة كيف نعد مشروع خطة، كيف نسوي خطة لهذا الأمر؟ شكرا لكم، بس خليني أسألكم سؤال، اليوم أنتم خارجين كذا من عندنا، واحد قابلك في صنصير سألك سؤال، إيش استفدت اليوم؟ أسمع منكم، إيش تقول أنا استفدت في اليوم الثاني من الدورة؟ استفدنا عدة أمور. تفضل. أول حاجة استفدنا منها تقسيم الجمهور بين مقصود جماهير مقصودة وعرضية، وكذلك غوغائي، تعبيري، اكتسابي، هروب، عدواني. هذا له غاية. وهذا بدون غاية بدون قصد. كذلك استخدمنا هنا عمليات إدارة الحشود في إدارة التخطيط، كيف أخطط التخطيط المسبق، الموقع، جغرافية الموقع، إيش يحتاج، إيش احتياجات الموقع، اتخاذ قرار، عمل دراسات سابقة حصلت الاستفادة من نفس المشاكل اللي حصلت، عمليات التفاعل مع الحشود، تسخير الإمكانيات، توفير المتطلبات اللي يحتاجها لإدارة الحشد. جدا رائع. ايضا ما استفدنا اليوم؟ استفدنا من اهم شيء التخطيط. اهم شيء التخطيط. طبعا بكره بيت تفضل. طبعا فيها لازم يكون هناك خطط بديله، لو فشلت خطه لازم تكون. يا سلام. انت تتكلم مع بشر، وبشر دول منظمين، وممكن احيانا يكونوا غوغائيين، وبالتالي لازم عندي خطه والثانيه والثالثه والرابعه، وعشان كذا يا جماعه ما ينفعش ان الخطه الوحيده الحارقه المارقه اللي ما فيش غيرها،
لا المفروض انا عندي اكثر من خطه، المفروض ضابطنا ايضا مدرب على التخطيط. يعني نقدر نقول التدرج في اتخاذ الخطط. يا سلام، خطط بديله. لازم عندنا وجود خطط، وجود خطط مرنه. يا سلام. اذا بكره التخطيط في الاستراتيجيه العشوائيه، بكره عشوائيه. بكره عندنا 3 ايام، باقي عندنا 3 ايام. وش الهدف عندي 3 ايام الجايه؟ هدف عندي 3 ايام الجايه نتعلم كيف نسوي خطه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم، والسلام عليكم. بيض الله يجزاكم.